الحقيقه في مصطلح جديد كده طالع اسمه لصوص الوقت، حراميه يعني. ده بيتكلم عن ان في حاجات، شويه حاجات كده بنعملها احنا كل يوم، ممكن من اشهر او من غير ما نشعر بتقوم شفطه الوقت بتاعنا، مخلصه على الوقت. يقول لك اصل الوقت مفيهوش بركه. لا، الوقت فيه بركه وكل حاجه، احنا اللي بيفرط مننا غلط بطريقه غلط في حاجات غلط، وفي الاخر بنلاقي نفسنا ما حققناش اي حاجه خالص، لا احلام اتحققت ولا اهداف اتحققت ولا اي حاجه اتحققت. الحاجات اللي بتسرق وقتنا دي كتيره واحنا بنعملها ومش حاسين. زي ايه يا بنات؟ هما هنا حاطين مجموعة كده من أشهر الحاجات اللي ممكن نسميها حرامية الوقت، والوقت ده على فكرة اللي هو عمرنا، فدي يعني سرقة يعني غير مشروعة وسرقة ما تتعوضش. من الحاجات اللي أنا مثلا مكتوبة على إنها بتسرق الوقت بشكل رهيب وأنا مؤمنة بيها جدا السوشيال ميديا. طبعا حد يقول لي أنا هخش بس هبص كده على الفيسبوك 5 دقايق، أو على الانستجرام أو التيك توك 5 دقايق، 5 دقايق دايما تجر معاها ساعة وساعتين وأكتر كمان، حتى لو قاعد في شغله، حتى لو قاعد في وسط أصحابه. فللاسف طبعا السوشيال ميديا من اكتر الحاجات، من اكتر الحراميه اللي بتسرق من وقتنا ومن عمرنا جميعا، ولا استثني احدا من اللي عنده حسابات على السوشيال ميديا. ايه كمان الحاجات اللي بتسرق من عمرنا؟ برضو المماطله او التسويف، ان انا اجل عمل اليوم الى الغد، او ان شاء الله هبقى اشوف، او بتاع خلاص بيعدي العمر وانت ما عملتش الحاجه اللي انت حاببها او الهدف اللي انت حاطه لنفسك. فالمماطله والتسويف من الحاجات اللي بتضيع العمر كمان. طبعا الرغي في التليفونات، وخاصه ان الناس اللي رصيدها بيخلص بتكمل على السوشيال ميديا، تبص تلاقيها لفه الطرق وضربه التليفون في ده ورايحه جايه تتكلم وتحكي وتعيد وتزيد، وبعد خلصت حكايات مع فلانه تقوم مكلمه علانه عايده لها نفس القصص والحكايات تاني، في حين ان هي ممكن انت تبقي ست بيت وقاعده في البيت بس مش مديه الوقت الكافي لاولادك، مش مديه الوقت الكافي لبيتك، يا ستي مش مديه الوقت الكافي لنفسك انت ولاهتماماتك ونشاطاتك وقراءاتك وانك يا ستي اعملي اي حاجه ليها لازمه بدل يعني مش هقول لك قطعي ناس وما تكلمهمش، بس ما يبقاش التليفون ده، وده غلط على فكره، ده بيعمل مشاكل في حتى في السماعات بعد كده. حتى لو بستخدم السماعات برضه خلاص، ما تعتقديش يعني ان هي كده انت تمام. لا، فكره انك حاطه التليفون طول النهار 24 ساعه ده كلام مش مظبوط، لانك قصاده بتتجاهلي حاجات تانية، سواء كانت مهمه عليكي تجاه الاسره بتاعتك او مهام ليك اتجاه نفسك. بص، هو انا الحمد لله يا رب احمد ربنا، انا من الناس اللي ربنا عفى عني من موضوع الكلام في التليفون الكتير، انا لا اطيق المكالمات الطويله. حتى برضو الناس اللي بتبعت ساعات رسائل صوتيه طويله، حضرتك مش ام كلثوم عشان خاطر تبعتي لي مثلا رساله صوتيه على التليفون بس بنسرعها ونص ودقيقتين، بعمل كده طبعا. فطبعا موضوع التليفون بس ده من قديم الازل بتبقى عاده في البني ادم ولازم يتخلص منها. لكن من الحاجات اللي انا قريتها وعجبتني جدا وانا ركزت فيها فعلا بتسرق الوقت، ان انت تتحرك او تتكسف تقول لحد لا انا اسف مش هقدر، مش هقدر اجي العزومه دي، مش هقدر اجي المناسبه دي، مش هقدر اجي المشوار ده. في ناس بتضطر انها يعني من باب الحرج ومن باب الكسوف ما تقولش لا على مشاوير مش هتفيدها في شيء ومش هتبقى يعني حاجه جدعانه قوي انك عملتها مع غيرك، فبتطير لك نص اليوم، بس بتطير لك ربع اليوم. الا اذا كانت حاجه في قضاء حوائج الناس. لا، ما انا لسه قايله ايه؟ لله عباد اختصهم بقضاء حوائج الناس. انا لسه قايله ما تكونش حاجه جدعانه وتبقى صاحبك محتاجها او اللي عزمك محتاجك فيها وتبقى ليك واقفه فيها. لان دي بتبقى مجاملة يعني في الميزان جدا جدا جدا. لك نص اليوم على طول. انه الاستقطاع جزء صغير من الوقت بنسبه معقوله نتصدق بيه اذا كان حد محتاج لنا، حد محتاج مشوار ده، لكن اللي قدامك ما يسوقش فيها بقى ويسحلك معاه في مشاويره وتلاقي نفسك انت فرهدت وبطاريتك فضيت وانت ما عملتش لنفسك حاجه. فده يعني كل حاجه زي نزلت الشوبينج اللي كانت منى بتتكلم عنها مثلاً. دي مثلا تعالي معايا انا نازله اشتري حاجات، زياره مريض هقضي له حاجه بالزبط. هتفك عنه ان شاء الله تديلها ودلك، حتى من نفس عن المؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه بالزبط. من كرب. فطبعا على الوقت يعني صدقه. ده زي ما ايمان بتقول بنتصدق احيانا بس ما يجيش على اولوياتنا، ما يجيش بالزبط. الراجل يلاقيكي قاعده ماسكه التليفون وانت ما خلصتيش الاكل هيتجنن. قاعده بتصدق. لا هيتجنن. لا ما ينفعش. اولويات تترتب صح يعني. اكيد اكيد طبعا كل حاجه بالعقل معقوله.